اسمي عبد الواحد احمد الوكيل، اتولدت في القاهره، غاوي رسم لغايه ما جيت اخش الجامعه، فدخلنا العماره. العماره لها اهميه جامده جدا، ان الاشكال لها لغه، لها علم. وطبعا عشان تاخد العلم ده الواحد مضطر ان يعيش حياته بين الكتب. دايما اخش اي معرض كتاب الف على الكتب، لان انت بتاخد فكر بني ادم طول حياته بيبحث وبيطلع الخلاصه اللي فيه وبيديها لك هديه.